يعني استاذ ايهاب فلوس. لي خبرة كبيرة جدا في مجال الإعلام وفي إدارة الإعلام وفي تدشين طبعا القنوات وتدشين أو يعني إنشاء القنوات ورئاسة القنوات. أستاذ إيهاب جلال برحب بيك. أهلا وسهلا أستاذ إسلام، أخباركم إيه؟ الحمد لله. أولا كل سنة طيب، ويمكن هنا الكابتن رضا عبد العال وكابتن إبراهيم سعيد والكابتن فاروق يعني بيشكروك اولا على طبعا التوليفه ديت، وفي نفس الوقت يعني كابتن رضا باين اللي كنت عايز زياده ولا كنت عايز تعمل ايه؟ زياده ايه؟ انا الاول انت داخل كده ليه رسمه يا استاذ؟ انت مش كنت معانا من ربع ساعه؟ مش عارف وانت لسه لابس ترنج. لا انا روحت انا لابس البدله هناك. خلاص روح لابس البدله وداخل وانت ده انت ماسك اسلام هري يعني دلوقتي بتقول له استاذ اسلام. لا مع الهوا هو عارف. لا لا عايزين تريش زمان ده كنت هنا برضه يعني وانتوا بتاكلوا الجاتوهات والكلام دوت. يا كابتن انا والله متصل برضه لازم اشكركم على الهوا وكده، وانتوا يعني احنا بدانا مع بعض. بالنسبه لي البرنامج يعني يعتبر زي رحله كفاح احنا بداناها مع بعض. كابتن رضا طبعا يعني الحق يقال يعني وينسب الحق لاهل الحق، يعني هو بصراحه اسم البريمو اللي قاله كابتن رضا يعني هي دي. بس يا استاذ ايهاب هي دي. طب استنى، مين اللي قال لك خلي الراجل الرخم دايما اعلامي وحياه ابنك؟ ما تنتج انت البرنامج بقى كابتن. لا لا وحياه ابنك واحنا قاعدين. انا قلت لك لما انت بتقول لي مع محمد فاروق نجيب حد تاني قلت لك مين ارخم واحد هيطلع على الشاشه؟ قلت لك مفيش افضل من اسلام. حصل؟ لا مش ده حصل يعني. هو بصراحه كان عندك حق. خلاص يا ايهاب صلى على النبي خش على اللي بعده. لا هو بص، لا هو بصراحه طبعا اسلام يعني ليه طله مختلفه عن باقي المذيعين. انا اسف طبعا كابتن فاروق. كابتن اتفضل اتفضل يعني عالمي. انا متفق معاك بس اسلام مستفز يعني. كفايه ان هو بيشيل الشتيمه عننا. لا بص هقول لك على حاجه كمان. اسلام الوحيد اللي اتفق عليه جمهور الاهلي ما بيحبوش جمهور الزمالك ما بيحبوش. يعني الوحيد دايما الناس تبقى ايه الاهلاويه بيحبوا الاهلاوي والزملكاويه بيحبوا الزملكاوي. اسلام نجح الحمد لله ان هو يخسر الجمهور الاهلي. بقول لك يا ايهاب جمهور الزمالك احنا بنشكرك يعني على ال ويعني اي عم خليه ما فيش تزود مرتباتها و... لا 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 ما تسمعش الكلام ده مش احنا ولا ده. هو انا بس عايز استغل الفرصه اسلام لو سمحت وبرضو اشكر اداره قناه تن على بصراحه يعني دعمها للبرنامج ودعمها للثلاثي اضواء الملعب كابتن رضا وكابتن ابراهيم ومحمود ابو الدهب. كابتن محمود ابو الدهب بصراحه يعني كل الدعم مقدم من القناه. وما اعتقدش ان في مناسبه اسعد من كده ان عيد ميلاد الاعلامي الاستاذ نشأت الدين صادف مع في نفس يوم عيد ميلاد برنامج البريمو، ودي حاجه كويسه جدا يعني احنا تفاءلنا بيها خير يعني الحمد لله. ودي السنه الاولى وان شاء الله السنة اللي جاية واللي جاية واللي جاية هنعمل شغل أفضل وأكتر. وهستأذنك بس حاجة صغيرة كابتن رضا وكابتن فاروق وكابتن إسلام وكابتن إبراهيم. رسالة عايزين يعني نبلغها للناس أو الناس اللي عارفاها. حقيقي البرنامج عليه خلاف خلافات كتير وناس كتير ضد ومع وكده، لكن في الاخر اللي بثبته يعني اللي لازم نثبته للناس كلها او الناس كلها لازم تتاكد وتطمن منه مليون في الميه ان فعلا ما فيش حد عنده اي توجهات. يعني مفيش حد عند زملكاوي، مفيش حد اهلاوي، مفيش حد اللي قاعد على الكرسي جوه الاستوديو ما عندوش انتماء لا الاهلي ولا الزمالك قد ما عنده انتماء للشاشه وللكرسي اللي هو قاعد عليه اللي هو بيحترمه ان هو يقول كلمه حق. طبعا طبعا اكيد اكيد الكلام ممكن لو في اتجاه ضد الاهلي اكيد الجمهور الاهلي هيزعل، واكيد لو ضد الزمالك هو جمهور الزمالك هيزعل. لكن في الحقيقه هو ده الاعلام الرياضي. الاعلام الرياضي لازم في الاخر يوصل الرساله لكل الناس كما هي. الناس تزعل او تفرح او تنبسط او تتضايق
ده يعني ما اعتقدش ان ده دورنا اللي احنا لازم نقول كل الحاجات الجميله اللي في الانديه بصرف النظر عن ان احنا مثلا يكون في خبر عند اسلام حصري ان النادي الفلاني بيتعاقد مع اللاعب الفلاني او النادي الفلاني بياخد من النادي الفلاني لاعب كذا، ده بيضايق بعض الجماهير، لكن في الاخر هي كلمه حق لازم تقال في على الشاشه. يعني في الاخر انا اللي بتشتم. لا انت اللي جايب لنا كلنا. طب انا اعمل ايه طيب؟ لا انا بشكركم والف الف مبروك وربنا يا رب. مش بتقول حاجه عليا خالص يا كابتن؟ ولا قلت اي حاجه عليا خالص. ما قال اسمك ولا سمعت اسمك. لا ازاي كابتن فاروق؟ لا والله كابتن فاروق هقول لك على حاجه يا كابتن. قول انت رمانه الميزان بتاعت البرنامج. دي حقيقة. بقول لك ايه؟ اه والله كل ما جاي يقول لي يا ابني امسك الدنيا يا ابني بتشتم اسلام بتشتم. لا لا والله انت رمانه الميزان، يعني انت العقل وال يعني ايه واللي ماسك على قد ما تقدر يعني الخيوط في ايدك على قد يعني ما يقدر. خلي بالك انت عارف لو اسلام الست ايام كان زمان اروح البحر. هو اللي بيصلح. هو اللي بيعدل الكفه. اهم جلال بشكرك جدا يا حبيبي. حبيبي يا ايهاب والله انا سعيد طبعا بتواجدي معاك والله. بكرر الجزئيه تاني يعني الشغل كان ممكن نبقى من بدري وانت انت خدت الحلقه. مجدي عبد الغني برضو يعني بالظبط طبعا كان ليه دور كبير في البرنامج معانا في الاول في نجاحه، وان شاء الله ربنا يكرمنا واللي جاي يكون احلى وافضل الف مره باذن الله. وبشكرك وبشكر جمهور الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري وكل الانديه المصريه ان هم بيثقوا في البرنامج وبيتابعوه وبيتفرجوا عليه. بشكرك استاذ ايهاب جلال طبعا منتج البرنامج يعني